الشمال السوري مشتعل إذن والجهات الفاعلة كثيرة. الطرف الأول أساسي طبعا تركيا، تقصف مواقع تابعة للمسلحين الأكراد وتهدد باجتياح بري. الطرف الثاني روسيا، أرسلت تعزيزات عسكرية لمناطق تسيطر عليها القوات الكردية وقوات النظام السوري في حلب، إما لوقف أو تأخير العملية التركية بحسب المرصد السوري. طرف ثالث التحالف الدولي بقيادة واشنطن، استأنف اليوم دورياته المعتادة في مناطق سيطرة الأكراد بعدما تم تقليصها من قوات سوريا الديمقراطية أو ما يعرف بقصد. طرف رابع قصد، التي أوقفت اليوم أيضا جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع التحالف وطلبت من روسيا التدخل لدى أنقرة، وهنا يظهر توتر اعتدنا رؤيته بين أنقرة وواشنطن. الأخيرة طالبت الأولى بإعادة تقييم خطط العملية البرية المحتملة. ردت أنقرة بحث واشنطن على الوفاء بالالتزامات، وما هي بحسب وزير الدفاع التركي؟ الكف عن تسليح مجموعات مسلحة.